إن الأسلوب الطيب اللي بتسمعوه، المعاملة، المزحة الخفيفة، الشيء اللي إحنا بنقدم لكم إياه، بنعلمكم مثلاً أكلات، بننشر طاقة إيجابية معاكم، مهما كان عنا إحنا آلام في حياتنا، وكان في عنا مشاكل، وكان في عنا ظروف أنتوا لا تعلموا فيها، بس إحنا بنطلع معاكم بنكون مبتسمين، بنكون إيجابيين، علشان إنه إحنا ما نكون بث سلبي. عرفتوا؟ فلما تدخلوا يمكن انتوا عددكم، ويمكن في ناس من برا قاعدة تتفرج وما بدها تبين حالها، خافوا الله في الكلمة، قبل ما انتوا تطلعوها من فمكم لازم ان انتوا تفكروا بهاي الكلمة. ايش الشخص راح يشعر، او ايش هذه الانسان راح تحس لما تستقبل مني هاي الكلمة؟ هل هي راح تتألم؟ قيسوا هذه الكلمات على نفسكم قبل ما انتوا تروحوا تقولوها لغيركم، فكروا فيها قبل ما انتوا تحكوها بمليون مرة، لأنه في ناس ما بتتحمل. والكلمة اللي انتوا راح تحكوها لغيركم اعرفوا انه انتوا راح تاخدوا عليها أجر. ليش؟ لأنه انتوا فكرتوا في الكلمة قبل ما انتوا تحكوها. ودائما الإنسان يقيس هذه الأمور على نفسه. زين ولا مش زين؟ طبعا الغزل هذا مش موجود، ما ينحكى، ما بينحكى. في حدا سأل عن البوكسات تبعت مبارح ولا أول مبارح؟ حبيبي وجهة نظري ما طلع إلا من بعد التكنولوجيا، من بعد ما طلعت الألعاب الإلكترونية هذه اللي بيلعبوها، أوكي؟ من بعد ما صاروا يستخدموا لهم شو اسمها هذه الأتاري وما أدري شو، ما طلع التوحد. أنا من وجهة نظري ما طلع إلا لما صار المخ هيك، بتعرف الطفل هيك بيكون مثل المجنون، بده يفوز، وعنده عصبية، والطفل نفس الاشي، ويعني بتعرفوا بيناموا وهم قاعدين هيك خلاص منهكين 24 ساعة عند التلفزيون. خلاص المخ بصير في هيك سرعة وفي تشتت عند المخ، والعين بتصير هيك سريعة، فخلاص هون خلاص المخ خلاص بوقف عن الشغل، بيكون منهك متعب. أنا هاي كلها معلومات والله العظيم أنا قعدت استنتجها من عندي. إحنا من وين أصلاً أجتنا؟ إحنا على أيامنا، على أيام الطيبة.